سلام الله عليكم أحبتنا الكرام، أعزائي التلاميذ، إخواني أخواتي القطر التربوية في المؤسسة، نحييكم تحية خالصة من صميم القلب، نحبكم في الله، أنتم أعزاء أصدقاء إخواني أبنائي، لكم كل التقدير بناتي بالطبع، إن الأبناء ولا فراق عن العمل عن المؤسسة فراق، ولكن سيبقى ولا سنبقى متصلين، ودائما سنحاول أن نزوركم ونزور المؤسسة، وربما نعمل داخل المؤسسة في حصص ربما للدعم أو للتقوية. وأنا هذا أول عام عندي هنايا، ولكني أن بروف تري كومبيتون، هو عنده كفاءات مهنية عالية، اليوم قمنا بواحد تكريم ديال الأستاذ محمد البانا، أستاذ بالرياضيات. إذن هذا التكريم كان بتنظيم من التلاميذ، وكان بطريقة فجائية استضفنا فيه الأستاذ، درنا له يعني واحد سيربريز. إذن كما لاحظتوا جميع التلاميذ حضروا لكي يحتفلوا بها يعني بهذا السكريم، وان دل على شيء وانما يدل على ان الاستاذ كانت عنده واحد المكانه مرموقه عند الجميع. وانا كاستاذ عايش هذا الاستاذ منذ اكثر من 34 سنه، كما قالوا ديجا الاساتذه، استاذ معروف بالجد ديالو وبالحضور ديالو في الوقت وبالجد وبالابتسامه. بعض المرات امر جانب القسم ديالو تلقاه القسم ديالو في واحد الهدوء التام، واحد الاستاذ عنده واحد الكفاءه مهنيه عاليه جدا، كنسمعوا في بعض الاقسام تيكون ضجيج كيكون، بينما القسم ديالو كنلاحظ بانه فيه واحد الهدوء التام، وحتى السبوره ديالو دائما كتكون نقيه. بعض المرات في بدايه السنه ملي كنوزعوا استعمالات الزمن، كنلاحظوا بعض الاساتذه تيطلبوا بعض الشروط من الاداره، نعطينا هذا القسم هذا وعطينا، الا استاذ واحد تيقول لك المستوى اللي عجبكم اعطيه ليا، سواء الاداب سواء العلوم الرياضيه، يعني هذا يدل بانه فعلا استاذ مقتدر وعنده كفاءه عاليه. اذا اتمنى الاستاذ محمد البانا حياه سعيده بالصحه والهناء مع الابناء ديالو، وشكرا، ونتمنى ان شاء الله التوفيق الاساتذه المقبلين ان شاء الله، وشكرا بارك الله فيكم والسلام عليكم. اليوم عندنا نهار خاص ولا يوم خاص، هو تكريم التلاميذ لاستاذهم الكبير بانا محمد، استاذ الرياضيات، استاذ الرياضيات منذ الثمانينات واواخر الثمانينات في كيك. نعم الاستاذ، ويشهد الجميع على ذلك. كآباء ولا كإداريين ولا كأساتذة، نشهد أن الأستاذ قام بواجبه وأكثر من واجب ديالو. نعمل الرجل البشوش يعمل بجد وإخلاص، يتقن عمل ديالو، ما عمرنا لقينا معه شي مشكل، والتلاميذ كاملين كيحبوه، يعطي أحسن ما عنده. من بين المسائل المحسوسة اللي شفناه سنين طويلة، يعني مثلا إلى التلاميذ كيقراو رسميا مثلا 5 سوايع، هو يزيد لهم 7 سوايع بشكل رسمي وبهدوء وبصمت، وجميع الأقسام ديالو خاصة التلاميذ ديال المواد العلمية من سيونس مات وسيونس فيزيك السنة الأولى والسنة الثانية. أستاذ نعم الرجل، نعم الأخلاق، تعلمنا منه كثير،
مول المهام الصعبه، يصحح يلقى حلول، ماشي شي واحد ديال صراعات ولا ديال نزاعات، مزيان مع كل واحد، عنده زيرو تقرير مع ما عمرو صفطنا شي تلميذ من بتقرير ولا بمشاكل معه. والحمد لله نعم الرجل وهو قدوه لنا كاملين، وندعيوا له بالخير، والله يسهل، الله يجعل التلاميذ اللي جايين ولا الاساتذه اللي جايين خير خلف لخير سلف. والسلام عليكم. اليوم باغي نيابه عن القسم، بغيت نقدم بالغ الشكر للاستاذ، واحد الاستاذ اللي ما كيخلش علينا بالمس ديالو، كان كيقدم لنا الكثير والكثير اللي فضلوا تمكننا باش نطوروا المعلومات ديالنا بشكل كبير، اللي هو الاستاذ محمد بان. الاستاذ ديما كان يبذل قصار الجهد ديالو باش يعني يمكننا باش نوصلوا لاعلى مستوى، وهذه الحمد لله عامين هو كيقرينا بفضله، الحمد لله تمكننا باش نحرزوا نقاط كبيره وعاليه. كنقول له استاذ شكرا جزيلا نيابه على القسم، وديما غادي نفكرك استاذ. شكرا. استاذ محمد بانا قراني العام اللي فات، وكنبغي نشكره بزاف على المجهودات اللي كان يدير معنا، وكان ديما يدير يحاول يبذل كاع المجهود ديالو باش نتفوقوا في هذه الماده. شكرا جزيلا استاذ ديالنا محمد بانا.